حالك؟ تمام الحمد لله. امورك منيحه؟ الحمد لله. شو بتسوي بحياتك؟ شو بسوي بحياتي؟ بدرس محاسبه. لا جد؟ للاسف. يعني بعد ما تتخرجي ايش راح تشتغلي؟ ان شاء الله بالبنك. يعني بتصير تحاسب الجميع وهيك؟ ان شاء الله. الله بيحاسب. بدي اسالك عن مجموعه من الكلمات الفلسطينيه، بدي منك تحكي لي معانيهم. اوكي. شو يعني وطا؟ ايش؟ وايش؟ وطا. سجاده؟ وطا وطا وطا. وطا. يعني طاطا. نوع حيوان. نزل على الارض يعني؟ ها؟ نزل على الارض؟ لا. وطا؟ يعني وطا. وطا. وطا؟ يعني وطا نزل على الارض. هو اشي بكون على الارض. يلا مساعدة لله. قصدك اشي واطي يعني؟ مثل الارض يعني مثلا جبيلي القطعة عن الوطا محطوطة هيك على الارض يعني على الأرض. محطوطة. صح؟ يعني لا هو الجواب ملوش علاقة في هذا الموضوع. بلا وطا. هو اشي هون مش فوق. وطا. وطا يعني الارض؟ لا هديك الوطا الارض يعني وطا تزحلق يعني وقع. بالظبط صح؟ وقع. لا مش هيك. شو وطا؟ يعني احط لي اياها بجملة. ليه بتصعبيها علي؟ لبست الوطا اليوم. جاكيت يعني؟ لا. حطة؟ لا. طاقية؟ لا. نظارة؟ خلص شو؟ لا هو شيء باللبس، يعني هو شيء باللبس، هيني بسهل عليك، يلا. بنطلون؟ لا. جزمة؟ وطا؟ هاي كلمة شو نوعها نابلسية؟ لا هي بحكوها في مناطق الخليج، برا الخليج. كلمة تانية، شو يعني نكوف؟ نكوف؟ نكوف، نكوف؟ شو يعني نكوف؟ ما بعرف ايش هالكلمات. بالانجليزي؟ لا هي فلسطينية بحت. فعل ولا اسم هاي؟ أول مرة بسمعها. بس دائما بتحطوا منه. والله ما بعرف. بدك تعرفي، ما بدك لازم تعرفي، بدك تدبري حالك، يلا نكوف شو يعني؟ نقوم يعني؟ نوقف؟ نكوف يعني مصاري، مش عارف اشي هيك بعطي يعني مثل اشي عطاء اشي؟ لا هو اشي بنحط بنكوف. كوفة، كوفية، هاي اللي هي؟ لا. نوقف. شو يعني نكوف؟ يعني مش قادرة أعرف إيش معناها نكوف. أشوف إيديكي، أنت مش حاطة نكوف. خواتم. لا. الله أكبر. الله أكبر، أسهل من هيك يا الله. مناكير. مناكير. نكوف مناكير. بدي أحكي لك جملة، بدي إياكي تترجمي لي إياها. أوكي. وقع القف عن الأندون. وقع إيه؟ وقع القف عن الأندون. الله يا زلمة، الله عن جد الله أكبر، أنا جايباي. وقع القف على وقع القف عن الأندون. شو يعني؟ يعني وقع. شو هو الوقع؟ القف. شو القف؟ عن الأندون. هذه سهلة، وقع عادي. وقع وقع يعني وقع. أوكي. يعني وقع. عن ايش؟ وقع القف. وقع القف. عن الأندون. عن الباص. عن الباص. طب شو هو الوقع اللي عن الباص؟ اللي واقف. اللي واقف. القف اللي واقف. يعني وقع اللي وقع اللي واقف عن الباص. بلطم انا اقسم بالله يا الله. ايش دارت شو دارت؟ شو الأندون؟ شو؟ بتعرفي قدون البسكليت هذا؟ اللي شيء محرك شيء. بتعرفي؟ بالضبط اللي بنمسك فيه البسكليت. مش هو. اوف. بتعرفي المواويل الاعتابة وال يعني بعرفهم اكيد. شو ببلشوا اول ما يحكوا؟ اوف. ممكن تكون هاي مثلا. اكل مقلب مثلا، اكل مقلب مرتب، خوذة هيك؟ لا. افت الهم يعني وقاعد على قلبك كأنه؟ وقع القف عن الاندون يعني وقعت السلة عن الشباك. هيك يعني؟ تحية يعني في لأهل الخليل. شكل الخليل مش من عندنا. زعليش الخلالة يا حاج. لا مش هزعلهم بس يعني. سلمي على كل الخلالة. أهلا وسهلا بكل الخليل. أي حدا بيسمعني هون خليل أهلا وسهلا فيكم. لا بشوفك، إحنا مش على راديو. طلب صغير بعد إذنك، ممكن؟ عادي؟ أكيد؟ بدي كلمة فلسطينية هيك غريبة. بسمعش كلمات غريبة إلا منك. بدنا أجيب. في المصطبة. مثل الوطا. اللي هي هذاك المصطبة زي الدرجة الكبيرة هيك. أيوة. تمام. هاي بتعرفها.
تعال نزرق من الزكة. انت سامع فيها تعال اكيد. تعال هاي تعال تعال تنزرق من الزكة. روح خنزرق من الزكة. حلوة هاي يعني نفسها. روح يعني يلا نمشي من الزقة زقة. من الشارع الصغير. حوش حوش يعني. اوكي. نسكملة. تعرف شو يعني نسكملة؟ نسكملة الخزانة الصغيرة هاي. لا مش لا. كملي. تربيزة. ما هو مش كمدينة. لا بتفرق. احنا عندنا غير زي ما عندهم الخلايا الغير احنا عندنا غير كمان. تنتون. شو يعني؟ انا بسألك. شو يعني تنتون؟ تنتون يعني مش سائل. مش سائل على الدنيا. شو يا دبور؟ يلا شو معناها؟ هاي كلمة يعني. هاي انت اسألك شو معناها؟ دبور. ايه دبور. شو يعني؟ دبور. شو دبور؟ يعني حشرة؟ غلط. شو يعني؟ دبور. شو يعني؟ يعني ايدك هيك ماسك كتير كحتوت يعني. خلص معنا. اوكي مع السلامة. احكي لهم يعملوا كت 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 كت